سؤال حول كيفية الصلاة لامرأة بعد عملية قلب مفتوح، تفضل تقريبا يومين في السرير، كيف تتوضأ وتصلي؟ الجواب عن هذا، أولا الصلاة لا تسقط عن المرضى بحال، بل يصلون على الحالة التي يكونون عليها. إن أعجزهم القيام صلوا جلوسا، إن أعجزهم الوضوء استعاضوا عنه بالتيمم. ويؤكد أطباء القلب إمكانية أداء الصلاة بعد عملية القلب المفتوح مباشرة، حتى أثناء الوجود داخل غرفة الرعاية المركزة بعد الجراحة. فأداء الصلاة في حد ذاته لا يسبب ضررا للمريض، فقط يوصون بأن يصلي جالسا على الكرسي بعد الخضوع لجراحة القلب المفتوح ليتفادى الانحناء عند السجود، فسجود المريض صاحب عملية القلب المفتوح أثناء الصلاة يؤدي إلى تحريك عظمة منتصف الصدر، مما يؤثر سلبا في سرعة التئام الجرح وفترة التعافي. قد يستمر هذا المدة تتراوح من شهر ونصف إلى شهرين حتى تلتئم العظمة القفص الصدري تماما ويرجع يصلي بالطريقة المعتادة. والحمد لله على كل، والحمد لله على توسعته لعباده ما جعل عليكم في الدين من حرج.